اخطرهم الرافضه اصحاب الخميني، هؤلاء اخطرهم، وهكذا النصيريه اصحاب حافظ الاسد وجماعته في سوريا، فالباطنيه الذين في سوريا والباطنيه الذين في ايران والباطنيه في الهند هم الاسماعيليه، هذه الطوائف الثلاث هم اشدهم واخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر لانهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين ويرون المسلمين اخطر عليهم من الكفره، ويبغضون المسلمين اكثر من بغضهم الكفره، ويرون اهل السنه حل لهم دماؤهم واموالهم، وان جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون ان ائمتهم يعلمون الغيب وما انهم معصومون ويعبدون من دون الله في الاستغاثه والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع ائمتهم. فالرافضه الذين هم الطائفه الاثنعشيه ويقال لهم الجعفريه ويقال لهم الان الخمينيه الذين يدعون الى الباطل الان، وهم من شر الطوائف.